السلام عليكم. دكتور زيد عبد النافع، وزارة الصحة، دائرة الصحة العامة، مدير برنامج مكافحة العمى في العراق. ابتسام عبد هامل، تقني بصريات، معاون مدير البرنامج. هذه نبذة عن جزء من نشاط وزارة الصحة، اللي هي حملة إشراقة الكشف المبكر لارتفاع ضغط العين. هذه رسائل عالمية من منظمة الصحة العالمية. 39 مليون مصاب بالعمى حسب تقديرات المنظمة. الأشياء الرئيسية اللي عندنا هي الريفراكتيف إيرور والكاتراك. عندنا نظمت وزارة الصحة سكرين لعوامل الخطورة للأمراض غير الانتقالية بعام 2015، يعني الأمراض غير انتقالية، الدايابيتس، الهايبرتنشن، الأسمة، ومن ضمنه كان الفحص العيني. وطلع عندنا نتيجة الفحص اللي أجريناه خلال عام 2015 نسبة العمى 0.2 among people in Iraq. قبل سوينا التقييم السريع الراب هذا اللي كان يشمل المصابين أو الأعمار اللي أكثر من 50 سنة، وصلت النسبة عندنا بالعمى كان 3.2، بينما من شفنا هسه بال 2015 هواية نزلت نسبة العمى عندنا بالعراق نتيجة جهود أطباء العيون. الجلوكوما عندنا الآن فد ريسك جديد عندنا، ولذلك نظمنا هاي الحملة وزارة الصحة بالتعاون مع شركة جمجوم فارما للأدوية اللي جهزتنا بالأدوية وجهزتنا بالأجهزة والتكنيشن، وصار عدة اجتماعات لتحديد العينة اللي راح يشتغلون عليها، فشملنا دائرة صحة بغداد الرصافة ودائرة صحة بغداد الكرخ اللي كان راح يصير بها السكرينينج. بدينا 23/4/2018 في المراكز الصحية التابعة لهاي الدائرتين. كل دائرة كانت مسؤولة عن إجراء حملة توعية في الرقعة اللي مشمول بها البرنامج. عدة إجراءات صارت حتى يصير علم عد المواطنين اللي يراجعون المراكز الصحية. الجمجوم وفرت الأجهزة ووفرت التكنيشن ووفرت طريقة إحالة المريض اللي نكتشف أنه عنده ارتفاع في ضغط العين وفي استمارة خاصة إلى المستشفيات اللي صار عندها علم أنه هذه الإحالات راح تجيها، وتم تجهيز هاي المستشفيات بالأدوية. هاي النتائج المهمة اللي طلعنا بيها، اللي فحصناهم مجموعهم 4292 شخص تم فحصه. من عندهم فيميل 2419 وميل 1873. من هذول العدد الكبير شفنا اللي أعمارهم أقل من 40 سنة كانوا فيميل 103 وميل 78، وشكلون حوالي 20% من المصابين، ويعني حتى اصلا شفنا اعمار صغيره بحدود الخمس سنوات اصلا شفنا مرضى. العمر بين 40 الى 60 شفنا 334 فيميل و205 ميل، وكانت حوالي نسبتهم 60%. ابوف 60 كان عندنا 76 فيميل و105 ميل اللي نسبتهم 20%، وهذا شكل عندنا فد ارقام عاليه. هذول اللي تم فحصهم. اللي من هذول الأربعين اللي حلناهم كان 91 فيميل وسبعة وستين ميل اللي أعمارهم أقل من الأربعين. اللي أعمارهم بين الأربعين والستين تم إحالتهم 235 فيميل 147 ميل، واللي أبوف 60 57 فيميل إلى 86 ميل تم إحالتهم إلى المستشفيات. النتائج كانت أنه الأقل من 40 من أصل الأعمار اللي تم إحالتهم
حوالي 28.2% هذول نورمال أقل من 40 سنة. الأربعين إلى الستين طلع عندنا حوالي 60% بالفيميل وحوالي 872 ميل من الأيج 40 إلى الأباب 60 طلع عندنا 138 7% من الأعداد و 270 ميل حوالي 18% من هذول كلهم اللي قلنا هم أعمى هم أرقام طبيعية. من ضمن هاي الأشياء اللي شفنا هذول اللي كان عندهم هاي intraocular pressure they have chronic disease like hypertension, diabetes, asthma, etc. فشفنا الأيج أقل من 40 حوالي 10% female وحوالي 8% male هذول عندهم chronic diseases. 40 إلى 60 years شفنا حوالي 73% من الفيميلز عندهم chronic diseases وحوالي 60% من الميل عندهم chronic disease. above 60 حوالي 15% 16% بالفيميل وحوالي 33% من الميلز. بعد ما خلصنا الفحوصات وإجراء المسوحات صار مجموعة توصيات أنه ش لازم نسوي حتى نحاول نتغلب على هاي الأشياء. طلبنا من كيماديا أن يضيف قياس جهاز التونومتري على ضمن الخطة الاستراتيجية لنضيفها إلى المراكز الصحية المتخصصة اللي تشتغل على الرعاية العينية. المستشفيات اللي بيها يعني وحدات عيون وحدات العيون المفروض احنا اللي اقل من 40 سنة ايضا لازم نبدي نشوف لانه شفنا حوالي 20% طلع من عندهم مصابين بارتفاع ضغط العين. الخطوة التالية راح نحاول نطلع من بغداد الى بقية المحافظات حتى نطبق هذا المشروع. وقدمنا شكرنا وتقديرنا الى جمجوم الى دكتور صفاء اللي المدير العلمي ودكتور أوس اللي هو مدير منطقة بغداد اللي ساعدونا بشكل كبير بتوفير الأجهزة والتكنيشن والأدوية. والآن صار الأدوية اللي موجودة في المستشفيات واللي توزعت خلال هاي الحملة كانت مجانا. وجهنا الكتاب شكر إلى العاملين في دوائر الصحة اللي تعاونت ويانا بتنفيذ هاي الحملة. نتمنى أن تنضاف هاي التوصيات إلى توصيات المؤتمر ونشكركم شكرا جزيلا.